يبدو أن المعاناة قد كتبت على أبناء هذه البلدة الطيبة المنشغل ساستها في صراعاتهم فيما تزداد أوجاع وعلل ساكنها، ومنهم الحاج سعيد محمد با عباد ذو 50 عاما والذي تتزايد أوجاعه في الظهر والصدر جراء انسداد في شرايين قلبه. وإذا كان هذا الحاج قد حالفه الحظ في إجراء عملية القسطرة، إلا أن هنالك من لا يزالون ينتظرون دورهم في قائمة طويلة تضم أكثر من 4000 مريض بالقلب، كثيرون منهم لا يسعفهم الوقت للانتظار كثيرا. معروف عن مرض القلب أنه كل دقيقة نسميها تساوي عضلة، وكل ما فما بالك كل سنة إيش بتساوي؟ طبعا بتساوي أكيد قلب الإنسان، فالتكدس الكثير يؤدي إلى حالات وفيات كثير، وناس كثير أحيانا تتصل عليه تقوله أنه جاء دورك القسطرة العلاجية وتتفاجأ أن المريض هذا قد توفي. وكبلد كاليمن يفتقد لمراكز متخصصة في علاج هذه الأمراض، تزداد أعداد المرضى بمعدل 25 حالة يوميا، فيما تصل نسبة الوفيات إلى نحو 30% وفقا لإحصائيات مؤسسة أمراض القلب الخيرية في حضرموت، التي وبالإضافة لإجرائها آلاف العمليات الجراحية وبصورة مجانية للمرضى الفقراء، هي تستعد لإقامة مركز متخصص لرعاية وجراحة القلب كأول مركز من نوعه في البلاد. المرضى فقط المنتظرين للعمليات أكثر من 4000 مريض، وهذا رقم مخيف جدا، ونسبة الوفيات فيها عالية جدا. فكانت بعض الحملات التي قامتها المؤسسة خارج اليمن، لكن تبقى الحلول التكميلية هي إنساعة المؤسسة لإقامة مركز متكامل، اللي هو مركز نبض الحياة لمعالجة وجراحة القلب. يعد هو المركز الخيري الأول على مستوى اليمن، والمركز الأول في المحافظات الجنوبية. وتواصلا لفعاليات اليوم العالمي للقلب، تشهد المكلا العديد من الأنشطة التوعوية التعريفية بأمراض القلب وخطورتها، وعقد الندوات الطبية حول أحدث الطرق والأساليب للتعامل معها. خلال السنوات الماضية نفذت مؤسسة القلب الخيرية، وهي الوحيدة من نوعها على مستوى الجمهورية، آلاف العمليات الجراحية لمرضى القلب. ومع هذا تبقى الآمال قائمة في أن يسهم مركز رعاية القلب الذي من المتوقع أن يتم تدشينه أواخر هذا العام في الحد من معاناة مرضى القلب. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.